مروان كان يستهزئ بالرسول ويسب عليا في زمان علي، لهم قصص كثيرة ما علي بالقصص، وحرك المرأة المعروفة ورمى جنازة الإمام الحسن 70 جنازة الإمام بعد. ولما صار نوبة الإمام الحسين، في بعض التواريخ أنه كان جالسا في مجلس يزيد لما جاء برؤوس الحسين وأصحابه والسبايا، ويزيد يدعي نفسه خليفة، لكن مروان من الجلساء جاء وأخذ رأس الحسين شامتا به، أنشد هذا البيت كما في بعض التواريخ: يا حبذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين، شفيت نفسي من دم الحسين. شوف أي واحد مروان. لكن في يوم الحرة لما أرادوا قتل أهل المدينة وسبي نسائهم، هذا مروان جاء للإمام السجاد: يا ابن رسول الله، تأذن لعائلتي يجون إلى بيتك وأنا أجي إلى بيتك، لأن بيتك آمن حسب أوامر يزيد في قصره. الإمام السجاد قال: أهلا وسهلا ومرحبا، تحب أن تبقى في بيتي هنا؟ تحب أن تأتي أنت وجماعتك وعائلتك إلى مزرعتي خارج المدينة؟ تفضل في خارج المدينة. مروان قال: لا، أنا أحب أن أكون في خارج المدينة، لأن أخاف داخل المدينة. راح ضيف للإمام السجاد هو وعائلته، وهذا الذي يستهزئ برسول الله، يسب عليا، يرمي جنازة الحسن، يهين بالإمام الحسين، الإمام السجاد هكذا يعامله.